مالك 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 ان شاء الله طبعا مكملين. امال الحبسه دي ببلاش مش هنسكت غير لما يطلعوا هم كمان على الاسفلت زي. وطبعا يا ريت يعني بس تتحسن ظروفهم في الحبس شويه, ويا ريت يعني يبقى البلد دي فيها سلطه قادره تفرق ما بين العدو وما بين الحبيب, ما بين البني ادم اللي بيخاف على البلد دي وعلى ارضها وعلى حدودها بجد, وما بين الخاين ما بين العميل ما بين الناس اللي تستاهل تتحاسب بجد. عمرو بدر ومحمود السقا وسيد البنا وسيد جابر واحمد سالم المرميين في السجن, وفي نفس الوقت الدوله بتتصالح مع ناس زي حسين سالم ومع ناس من مجرمي النظام السابق. نرجو بس انه حد يعني يقول لهم فين طريق الرشاد يعني عشان يعرفوا مين بيخاف على البلد دي بجد, برغم ان احنا اتحبسنا ودخلنا السجن واحنا اتنكل بينا نوعا ما جوه السجن. انا تحديدا بقى لي 115 يوم محبوس انفرادي لوحدي, بس انا ما نسيتش قضيتي وما نسيتش ابدا انه تيران وصنافير مصريه, ومكمل وبيننا وما بينهم المحاكم ان شاء الله. متشكر لكم جدا. Thank you.